طلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفلسفة والمنطق. النهاردة، بس قبل ما نقول النهاردة وهنبدأ في إيه، يا رب نكون التزمنا بالتعليمات اللي اديناها للحلقات اللي فاتت. التزمنا مش في المذاكرة بس، التزمنا إن إحنا نقعد في بيتنا، التزمنا إن إحنا نخاف على بعضينا البعض خلال إن إنت تقعد في البيت. كله بيدعو إن إحنا نقعد في البيت، مش عايزين نخش في مرحلة حرجة. حياتك تهمنا وحياتي تهمك، معنى كده عشان نحافظ على بعض لازم نلتزم بالتعليمات، تعليمات وسيلة لحمايتنا، عشان كده لازم نقعد في البيت. طيب سمع حد بيقول لي احنا زهقنا، كلنا زهقنا، بس الزهق اذا كان في مصلحة لينا فاحنا المستفيدين منها. ان شاء الله تكون الحلقة الجاية تكون افضل حال، ان شاء الله الحلقة الجاية ما يكونش فينا لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله خلال التزامنا بالتعليمات. النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض النماذج الاسترشادية اللي نزلتها الوزارة كوسيلة مساعدة لينا. طبعا احنا جايبين الأسئلة معانا، هنشوف السؤال ونعرض مع بعض إجابته النموذجية، بس خلي بالك ان وارد ان يكون في إجابات انا نسيها، انت افتكرها معايا وفكرني بيها، ووارد انك تكون انت كمان في حاجات انت نسيها، ده دوري ان انا افكرك بيها. ما يجناش احباط، لسه قدامنا وقت ولسه قدامنا فرصة. الشاطر هو اللي يبدأ، ويبدأ حتى لو قرر انه يبدأ هيبدأ من النهاردة. النهاردة جايبين النماذج الاسترشادية في الفلسفة وفي المنطق. طبعا احنا شلنا الحاجات المحذوفة سواء في الفلسفة او في المنطق، وبالتالي النماذج الاسترشادية هتكون شاملة ووافية وكاملة. تعالوا بينا اعزائنا الطلبة والطالبات نبدأ السؤال الاول، يا ترى بيقول ايه، ونشوف اجابته النموذجية. السؤال بيقول لي اختر ما بين الأقواس مع التعليل. فيلسوف استند على مبدأ المنفعة العامة في الدفاع عن حقوق الحيوان، وقال لي اختار ألدو ليبولد ولا بيتر سينجر ولا إيرني نايس ولا هانز يونيس. ها، مين هيجاوب معنا؟ برافو عليك، الإجابة هتطلع طبعا بيتر سينجر. طبعا احنا اخترنا من الفيلسوف اللي استند هو مين؟ بيتر سينجر. اخترنا، اختيارك عليه درجة واحدة، المطلوب منك ان انت تعلل. تيجي نفتكر مع بعض التعليل، طبعا ده باب اول فلسفة. وانت بتفتكر بيتر سينجر احنا عايزين نلعب على ثلاث جمل، استند، استند، ودعا. بيتر سينجر فيلسوف عايز ينادي بالمساواة بين جميع الكائنات الحية، اعتمد واستند على مذهب اسمه مذهب المنفعة اللي اسسه بن تيم، والذي ينص على تحقيق اعظم قدر من السعاده لاكبر قدر من الناس. وبما ان الحيوانات قادره على الشعور، سعاده، شقاء، لذه، الم، مثله مثل مين؟ مثل الانسان. عايز يا بيتر يا سينجر، يجب ان نضع في حساباتنا معاناه الحيوانات اثناء اجراء التجارب عليهم او في التربيه. تختم كلامك بالجمله رقم 3، دعا سينجر الى انصاف الحيوانات ونقض كل صور العنف التي تمارس ضد الحيوان سواء في التربية او في المعامل اثناء اجراء التجارب عليهم. يبقى احنا اخترنا في السؤال الاولاني بيتر سينجر زي ما احنا شايفين، واحنا بعد ما نختار بيتر سينجر هنستند الى الاجابة استند، استند، دعا. تعالوا بينا نشوف سؤال اخر. السؤال التاني بيقول لي تعد قيمة العمل الأساس في نهضة الأمم وتقدمها، دلل على ذلك. تعد قيمة العمل الأساس في نهضة الأمم وتقدمها، دلل على ذلك. سمع حد بيقول أنا مش فاكر السؤال ده كان فين. السؤال ده مقدمة الباب الثالث فلسفة أخلاقيات المهنة. بيقول لك قيمة العمل دليل على تقدم الأمم، دلل على ذلك. طبعا العمل بيميز الإنسان عن الحيوان، العمل وسيلة لتقدم الأمم وتقدم المجتمعات. تيجي ندي دليل على كده، معاك دليلين. الإنسان عمل المصانع عشان ينقي الحليب من الأخطار والسموم اللي فيه، الإنسان حفر الآبار لتصنيع المياه، الإنسان حول الحديد لطيارة وسيارة. يبقى الإنسان اعتمد على التقنيات الحديثة اللي من أجلها وبواسطتها استطاع أنه يسيطر على البيئة، ويسيطر على مين؟ على الطبيعة، لأنه ما كانش ينفع أنه يعتمد على دراعه فقط، وإنما اعتمد على التقنيات مين؟ الحديثة. يبقى معنى كده السؤال ده جالي من الباب الثالث،
كان بيسأل في مقدمة الباب الثالث: تعد قيمة العمل الأساس في نهضة الأمم وتقدمها، دلل على ذلك. بشرح جملتين معايا وبدلل بالأمثلة اللي موجودة عندنا. تعالوا نشوف السؤال الثالث بيقول لنا إيه. حلو قوي السؤال ده. اعرض تأثير الإنسان في مرحلة الاستغلال والسيطرة. تاني نقرأ السؤال كده مع بعضينا. اعرض تأثير الإنسان في مرحلة الاستغلال والسيطرة. طيب قبل ما نعرض ونجاوب السؤال، تيجي نلعب في الذاكرة شوية. انت عندك علاقة الإنسان بالبيئة مر بكم مرحلة؟ 5. اول مرحلة كان اسمها تقديس تأليه. برافو عليك، سمع حد اهو بيقول معاك. تاني مرحلة كان اسمها تفسير توظيف. تالت مرحلة اللي هو طالبها مننا كان اسمها استغلال وسيطرة. رابع مرحلة عندنا كان اسمها القهر والاستبداد. واخيرا مرحلة الاحترام والصوم. لو انت بتتلخبط في المراحل والفترة الزمنية، خلي بالك تقديس تأليه هي المرحلة الاولى التي وجد الانسان نفسه وسط بيئة مخيفة لا يستطيع السيطرة عليها، فلجأ الى عبادتها وتأليها. اوعى تنسى المثال: عبد البابليون والهنود واليونانيين مظاهر البيئة واتخذوها آلهة. يبقى دي التقديس والتأليه المرحلة الأولى. يبقى معنى كده زمن بدائي، عصر بدائي، فترة بدائية. هنجبر شوية، لما كبرنا شوية هنروح لمرحلة اسمها التفسير والتوظيف. يبقى معنى كده مرحلة التفسير والتوظيف ظهرت في، ها مين هيقول؟ في الحضارة اليونانية حتى نطلع العصر الحديث. اجي في الجملة رقم 2 واروح قايلة: نجح ارسطو في تفسيره للطبيعة واكد على ان الارض هي مركز العالم الطبيعي. في مشكلة في الكلام؟ هاجي في النقطة رقم 3 واروح قايلة: نظر الفلاسفة والعلماء من هذه المرحلة وفي هذه المرحلة على ان البيئة مهيئة من الله لخدمة مين؟ الانسان. يبقى دي تاني مرحلة، وده مش السؤال بتاعنا. السؤال بتاعنا لو رجعنا تاني على الشاشة، نرجع كده على الشاشة، قال لي اعرض تأثير الإنسان في مرحلة مين؟ الاستغلال والسيطرة. يبقى هي دي المرحلة اللي أنا هشرحها دلوقتي، ودي إجابة السؤال. طب ليه فكرناك بالقديم؟ عشان تحس إنك فاكره وإنك مش ناسي حاجة. وما تقلقش حتى لو كنت ناسي حاجة، وسيلتنا ومهمتنا إن إحنا هنفكرك بيها، إحنا وفريق العمل ككل في كل المواد. الاستغلال والسيطرة ظهرت في العصر الحديث بمناهجه حديثة. ظهر المنهج مين؟ المنهج التجريبي. وبالتالي استطاع الإنسان في هذه المرحلة أنه يستغل البيئة. طب يا ترى المرحلة دي ليها سلبية؟ أو ليها سلبية. من سلبيتها ندرة الحديث عن حقوق الكائنات الحية. الإنسان ما بقاش يهتم بحقوق الكائنات الحية، الإنسان بقى يهتم بنفسه وحقوقه فقط. برضه أنا هفكرك ببقية المراحل عشان يبقى أنت خلصت من هذه المراحل. رابع مرحلة عندي اسمها القهر والاستبداد. تطور العلم المعاصر تطورا شديدا، استطاع الانسان من خلال التقدم العلمي ان هو يقهر الطبيعه. ومن اهم اثرها عمل حاجتين: احداث تحولات في الكائنات الحيه الحيوانات والنباتات. 2 تطوير الهندسه الوراثيه والاستنساخ، مما اصبح يغير من طبيعه الكائنات الحيه ولم تعد طبيعيه. كبرنا اخر مرحله، فرحنا لمرحلة اسمها الاحترام والصون، وهي المرحلة التي نحياها الآن. خلي بالك من المرحلة دي. لو جه قال لك التي نحياها الآن، العبارة صحيحة. لو جه قال لك التي ظهرت في العصر الراهن، العبارة صحيحة. العصر الحالي، العبارة صحيحة. تنبه العلماء والفلاسفة لخطورة الآثار السلبية المترتبة على التقدم العلمي، واجتمع العلماء والفلاسفة وينادوا بثلاث حاجات: 1 نحط قوانين، سن قوانين، سن تشريعات للحفاظ على مين؟ للحفاظ على البيئة. 2 إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي. 3 المطالبة بحقوق الأجيال القادمة في البيئة. معنى كده عزيز الطالب احنا رجعنا لك الخمس مراحل، بس إجابة السؤال كان عايز مرحلة مين؟ الاستغلال والسيطرة. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. حلو قوي السؤال ده، من الأسئلة الجميلة. عواقب التحري الوراثي، خلي بالك منها. أسلوب يستخدم في ممارسة الظلم على أسس عرقية أو إثنية لتبرير التعصب. وراح مديك اختيارات: اليوجينيا، التفرقة في المعاملة، الحتمية الجينية، التمييز على أسس جينية.
يا ترى مين الشاطر اللي هيفتكر لنا الإجابة ويقول لنا الإجابة هتكون، ها برافو عليك، هتطلع الحتمية الجينية. الحتمية الجينية خلي بالك ممكن يجي السؤال يقول لك يترتب على التحري الوراثي مجموعة من العواقب دلل باتنين، هنا رمى الكرة في ملعبك، يا تختار التمييز على أسس جينية، يا تختار التفرقة في المعاملة، يا تختار اليوجينيا، يا تختار الحتمية الجينية. هنا قفلك الدايرة، يبقى معنى كده أنت مطالب بعواقب التحري الوراثي كلها الأربع نقاط. طب تعالوا نفتكر الحتمية الجينية كانت بتقول، نعتقد بأن خصائص السلوكية والشخصية كالسلوك الإجرامي أو الذكاء أو الصحة أو المرض مالها تمارس توجها قدريا على الإنسان. كلنا هنعتقد بأن صفاتنا الأخلاقية والسلوكية والشخصية وذكائنا وصحتنا ومرضنا ماله قدرا محتوما علينا، وبالتالي خلقنا طبقة من المنحطين جينيا، وبالتالي خلقنا وبررنا التعصب على أسس مالها عرقية أو إثنية. معنى كده أنا بختار هنا الحتمية الجينية، اخترت اختيارك عليه درجة واحدة، تبدأ تشرح ايه المقصود بالحتمية الجينية. وده كان في الباب الثاني اللي هو الأخلاق البيوطبية. تعالوا نشوف سؤال آخر ونشوف يا ترى ايه إجابته مع بعضين. يعد احترام الاستقلالية الفردية أحد معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة، دلل على ذلك. تاني سؤال، يعد احترام الاستقلالية الفردية أحد معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة. سمع واحد بيقول لي أنا مش فاكر السؤال ده، ولا أنا فاكراه. السؤال دوت كان في الباب التاني، تيجي كده فكرك بالعنوان. العنوان كان بيقول المعايير الأخلاقية الطبية الحديثة، وكانت المعايير بتدور حوالين أربع معايير. أول معيار عندنا كان اسمه المنفعة، تاني معيار اسمه عدم الحاق الاذى بالمريض، تالت معيار اللي هو طالب مننا في السؤال شرحه اللي هو احترام الاستقلاليه الفرديه للمريض، واخر معيار كان المساواه والعدل. ده باب تاني الاخلاق البيوطبيه. طيب احترام الاستقلاليه الفرديه، حق المريض في انه يتحكم في الرعايه الطبيه، حق المريض في انه هو يقول رايه فيما يتلقاه من رعايه طبيه، وعدم فرض اي ضغوط خارجية او داخلية عليه. انا بحترم حريته، انا بحترم رأيه، ايه رأيك في الرعاية الطبية اللي انت بتتلقاها، وما بفرضش اي ضغوط لا خارجية ولا داخلية مين على المريض، لان انا بحترم حريته ورأيه واستقلاليته. يبقى معنى كده هنا كان طالب منك انك تشرح احترام الاستقلالية الفردية، ادي نقطة بجاوبها واجابتها عندك هتكون في نقطتين، حق المريض في ان هو يقول رأيه فيما يتلقاه من رعاية طبية، وعدم فرض اي ضغوط خارجية او داخلية على المريض. تعالوا بينا نشوف سؤال اخر، شوف يا ترى ايه اجابته مع بعضين. حلو السؤال دوت. باب تالت، اذكر ثلاثة من دور الفيلسوف في وضع ميثاق اخلاق المهنة. اذكر ثلاثة من دور الفيلسوف في وضع ميثاق أخلاق المهنة. ده الباب الثالث. تملي الطلبة بتشتكي من جزئيتين خلي بالك منهم. الجزء الأولاني فوائد ميثاق أخلاق المهنة، ده الجزء اللي هو بتاع الصورة الذهنية الإيجابية، الالتزام بالوسائل القانونية والاجتماعية وتحسين الأداء والاستخدام الأمثل للموارد، ده جزء. هنا السؤال كان بيكلمك على دور الفيلسوف فين في وضع ميثاق اخلاق المهنه. هقول لك على طريقه سهله تحفظها بيها وانت بتذاكر الجزء ده، هتحفظ كده تحليل تحديد وضع مبادئ، هو عايز منك ثلاث جمل بس. تحليل، هحلل مين؟ هحلل الواقع الاجتماعي والثقافي، استخلاص القيم الاساسيه لكي يؤسس ميثاق اخلاق المهنه. عشان اسس ميثاق اخلاق المهنه لازم احلل المجتمع واعرف المرحله التاريخيه التي يمر بها المجتمع. يبقى دي قلنا اول نقطه، هحلل مين؟ واقع اجتماعي وثقافي، استخلاص القيم الاساسيه لكي يؤسس ميثاق اخلاق المهنه، يؤسس على تحليل الواقع الاجتماعي ومعرفه المرحله التاريخيه اللي بيمر بها مين؟ المجتمع.
ماشي. 2 وضع مبادئ، سلوك اداري، سلوك وظيفي. طيب واحنا بنحط ميثاق اخلاق المهنه، هو احنا بنحطه ازاي؟ ازاي الفيلسوف بيحطه؟ الفيلسوف هو بيحط ميثاق اخلاق المهنه، وهو بيحط القواعد استنادا من القيم اللي قدمها الفيلسوف. هو خلاص عارف المرحله التاريخيه اللي بيمر بها المجتمع، هو خلاص عارف ايه الملائم للمجتمع، وبالتالي استنادا من القيم دي هيبدا يحط مبادئ وقواعد سلوك وظيفي مين واداري. يبقى احنا حللنا، يبقى احنا وضعنا 3، هنحط بقى المبادئ ومبادئ ميثاق اخلاق المهنه. الفيلسوف هو بيحط ميثاق اخلاق المهنه، بيحطه بمشاركه المتخصصين. ليه؟ عشان يضمن 3 كلمات: تقدم مجتمع، وجوده عمل، وجوده منتج. خلي بالك من السؤال ده اللي هو دور الفيلسوف في وضع ميثاق اخلاق المهنه. تعالوا بينا نشوف سؤال اخر. السؤال بيقول لي: تطرح قضيتا موت الدماغ، بنوك الأجنة، تساؤلات أخلاقية وفلسفية، ناقش العبار. سؤال جميل. طب ليه أنا قلت سؤال جميل؟ لأن هنا جاب لك قضيتين. أنت عندك في المنهج قضيتين، عندك قضية زرع الأعضاء وموت الدماغ، وعندك قضية اسمها الإنجاب الاصطناعي. هنا هو جاب لك شق من دي، جاب لك جزئين من هنا وجزئين من هنا. يبقى أنت مطالب بشرح موت الدماغ، ومطالب بشرح ايه المقصود ببنوك الاجنه. وانت بتجاوب خلي بالك اقرا السؤال بتاعك كويس. الاول هنقرا بتاعت موت الدماغ. موت الدماغ متى توافق على حدوث قضيه الموت؟ يا ترى امتى بنوافق ومتى تحدث؟ هل بموت الدماغ ككل ام بموت الدماغ العلوي رغم استمرار جذع الدماغ في اداء مين وظائفه؟ وبحط علامه استفهام. يبقى معنى كده موت الدماغ بتطرح مشكلة التوافق حول قبولها كمعيار لحدوث قضية الموت ومتى تحدث، هل بموت الدماغ ككل أم بموت الدماغ العلوي رغم استمرار جذع الدماغ في أداء وظائفه؟ خدت درجة ونص. هذا لسه درجة ونص لبنوك الأجنة. بنوك الأجنة تطرح مشكلة ما مدى مشروعية حفظها. 2 كيف يتم التخلص من الأجنة الفائضة. 3 أصبحت شركات البحث العلمي تقوم بإجراء تجارب على هذه الأجنة، مما يعد إهدار لكرامة مين الإنسان. معنى كده أنا عايزة أقول لك إن كنا زمان قضية موت الدماغ وزرع الأعضاء وموت الدماغ نقول للطالب احفظ 2 أو 3، دلوقتي لأ، أنت مطالب بحفظ جميع القضايا، لأن بقت تضيق الدايرة عليك وبقى يشترط عليك جزء معين. قضية الإنجاب الاصطناعي، إحنا معانا 5 قضايا، لأ مش من حقك إنك تختار قضية معينة وتسيب الباقي، لأ أنت مطالب بمذاكرة كل القضايا لأن ممكن يجي يشترط عليك إنك تحفظ قضية أو تشرح قضية معينة. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. حلو السؤال ده. يجب علينا احترام البيئة والحفاظ عليها من أجل مستقبل أولادنا. وفقا لتلك العبارة اقترح ميثاق للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، وقال لك يكتفى ب3 بنود. اقترح ميثاق. كرة في ملعبك، في اقتراح ميثاق أخلاق المهنة كرة في ملعبك، يا تختار دانيال كلهان 3 جمل، يا تختار نتائج دعوات يونس معاك 5، هو عايز 3. طيب دانيال كلهان، الأجيال الحالية. 1 الأجيال الحالية ألا تسبب ضررا خطرا سلبا للأجيال المستقبلية. 2 الأجيال الحالية ألا تؤثر على كرامة الأجيال المستقبلية. 3 الأجيال الحالية في دفاع عن مصالحها الخاصة يجب أن تقلل من المخاطر إلى حد ما. يبقى احنا قلنا دانيال كلهان، طب افرض انت مش حافظه، معاك الكرة في ملعبك، ممكن تختار نتائج دعوات يونس، معاك 5 جمل، هتختار اسهل 3 ممكن تكتبهم. اول جملة عندك للاجيال المقبلة حق في كوكب ارض يكون خالي من اي تلوث. 2 تقع مسؤولية على كل جيل ان احنا نعمل ايه، كل جيل يشترك في ملكية كوكب الارض، منع الاضرار التي تصيب الحياة على كوكب الارض. 3 خلي بالك الرقابة الدائمة للتغيرات التكنولوجية
لأنها تؤثر سلبا على الأجيال القادمة أو المستقبلية. الدنيا سهلة على فكرة وبسيطة، مش محتاجة إن احنا نعقدها. وهحط احتمال إنك 20 30 50 60% ناسي، وإنك متضايق ومكتئب، مفيش فيها مشكلة، احنا بنفكرك بحاجات انت ناسيها. دورك ان انت تمسك ايدينا، الحاجة اللي انت ناسيها احنا بنفكرك بيها. اقعد امسك جزء باب، طب ورقة من هنا، طب جزء من هنا، هتحس ان انت الامور بدأت تلمها. حتى لو انت هتكتفي انك تحل اسئلة، رافع الحالة النفسية والحالة المعنوية. تعالوا بينا نشوف سؤال تاني. احنا كده خلصنا اسئلة الفلسفة، بدأ يخش معنا في النموذج الاسترشادي في أسئلة المنطق. أول سؤال بيقول لي طريقة الاختلاف عند جون ستوارت ميل تعبر عن طريقة التلازم في، حلو السؤال، وهل اختار حضور غياب تغير ولا الحضور والغياب؟ نقرأ السؤال كويس. طريقة الاختلاف عند جون ستوارت ميل، اختلاف يبقى برافو عليك، اختلاف يبقى طريقة مين؟ التلازم في الغياب. جون ستوارت ميل قدم 5 طرق للتحقق من صدق الفروض. اول طريقة كان اسمها الاتفاق او التلازم في الحضور. تاني طريقة عندك كان اسمها الاختلاف او التلازم في الغياب. تالت طريقة عندك كان اسمها الجمع بين الاتفاق والاختلاف. رابع طريقة عندك كان اسمها التلازم في التغير. خامس طريقة عندنا كان اسمها البوائي. هنا طريقة الاختلاف، اول حاجة انا اخترت انها تعبر عن طريقة الاختلاف، حلو، وقلت التلازم في الغياب، اخترت التلازم في الغياب، خدت درجة. هنبدأ نشرح. هي الوجه السلبي للحضور، بمعنى ايه؟ متى غابت العلة غاب المعلول. يبقى معنى كده وضع جون ستوارت ميل هذه الطريقة ليتفادى طريقة مين؟ الاتفاق. متى غابت العلة غاب المعلول. حلو، نبدأ بقى نقول السؤال بتاعنا، المثال بتاعنا. نفترض ان سين ذهب من ضمن الافراد لتناول العشاء مع الاسرة، ولكنه لم يتناول العصير وتناول جميع الاطعمة ما عدا العصير، وبالتالي نستنتج انه اذا غاب العصير غاب التسمم، وبالتالي هنستنتج ان السبب الحقيقي لوقوع حادثة او ظاهرة التسمم هو مين؟ العصير. يبقى تاني، اول حاجة نرجع كده تاني للسؤال. طريقة الاختلاف عند جون ستوارت ميل تعبر عن طريقة التلازم في، اخترنا الغياب، خدنا درجة واحدة. هبدأ اشرح الكلام بتاعي وراح قايلة هي الوجه السلبي للاتفاق، هي الوجه السلبي للحضور. اتنين، متى غابت العلة غاب المعلول. تلاتة، لازم تكتب المثال. نفترض ان سين او اسامة ذهب لتناول العشاء مع الاسرة، تناول جميع الاطعمة ما عدا العصير، وبالتالي لم يصب باي اعراض من اعراض التسمم. هنستنتج ان العصير هو سبب حدوث مين؟ التسمم. تعالوا بينا نشوف سؤال تاني في المنطق. حلو السؤال ده، باب تالت. تتباين العلوم في قدرتها على استخدام الرياضيات كأداة للقياس، اعرض في ضوء ما درست. تتباين، كلمة تتباين يعني تختلف. كلمة العلوم قصد بها العلوم طبيعية وعلوم اجتماعية. في قدرتها على استخدام الرياضيات كأداة للقياس، اعرض في ضوء ما درست. الحتة دي جميلة. تعالوا كده، ده بيتكلم على خصائص الفرد في المنهج العلمي المعاصر. الرياضة وسيلة بنستخدمها في العلم. الرياضة تعتبر خادم لكل العلوم. لغة الرياضة ولغة المنطق الرياضي أو المنطق الرمزي تتسم بالدقة المتناهية. لكن العلوم، أنا عندي نوعين من العلوم. أنا عندي علوم طبيعية، فيزياء والكيمياء، يسهل عليها أنها تستخدم لغة الرياضة. ليه؟ لأنها تمتلك علاقات ثابتة يمكن التعبير عنها بلغة الرياضة. سرعة الجاذبية ثابتة، سرعة الضوء ثابتة، الإلكترون ثابت. يبقى معنى كده أدي العلوم الطبيعية يسهل عليها أنها تستخدم لغة اسمها لغة الرياضيات، لأنها تمتلك علاقات ثابتة يمكن التعبير عنها. طب العلوم الاجتماعية، علم النفس وعلم الاجتماع، الاقتصاد، مالها؟ لا تستطيع أو تفتقر إلى استخدامها للغة الرياضيات، لأنها لا تمتلك علاقات ثابتة يمكن التعبير عنها. يبقى معنى كده لو جالك السؤال ده، تتباين
العباره هو بيقول لي اشرح، لكن لو جه قال لك تتفق العلوم العباره خطا، لانها بتختلف العلوم في استخدامها للغه الرياضه. العلوم الطبيعيه بتستخدم لغه الرياضه تمتلك علاقه ثابته، اما العلوم الاجتماعيه علم النفس اجتماع مالها اقتصاد يصعب عليها استخدام لغه الرياضه لانها لا تمتلك علاقات ثابته يمكن التعبير عنها. تعالوا بينا نشوف سؤال اخر. حلو السؤال ده. كون حجة استنباطية صحيحة جميع قضاياها كاذبة. حلو، محتاجين بقى نستخدم كده الورقة. لو انا جيت، انا مش فاكرة المثال، انا هألف مثال، فخليكم معانا كده واحنا بنألف المثال. كل السمك خضار، وجيت كتبت كل الفاكهة سمك. دي بسميها قضية ودي بسميها قضية. اشطب المتشابه مع المتشابه، ونزلت دي كل الفاكهة خضار. دي بسميها مقدمة اولى ودي بسميها مقدمة تانية ودي بسميها نتيجة، لكن كل التلاتة دول بسميهم قضايا. هنا في السؤال بيقول لك انا عايزك تكون لي حجة استنباطية. حلو، انا عايز جميع القضايا تكون بالنسبه لي كذابه. طب احنا بنعرف ازاي ان القضايا كذابه؟ همسك الجمله كل السمك خضار، اسال نفسي صادقه ولا كذابه؟ برافو عليك كذابه. كل الفاكهه سمك، دي بسميها قضيه، هسال نفسي كل الفاكهه سمك؟ لا، يبقى هتطلع كذابه. هاجي في القضيه الثالثه كل الفاكهه خضار، هسال نفسي كل الفاكهه خضار؟ لا، يبقى طلعت كذابه. كذابة كذابة كذابة، يبقى القضايا جميعها كذابة، ولكن أشطب المتشابه كلمة فاكهة نزلت أيوة، كلمة خضار نزلت أيوة، يبقى بالنسبة لي تطلع الحجة ميم صحيحة. هنا السؤال بيقول لك كون حجة استنباطية صحيحة ولكن جميع قضاياها ميم كذابة. أنا ألفت جملة، أنا مش فاكرة المثال بتاع كتاب المدرسة، ألفت جملة اعتمدت وانا بألفها ان انا التزمت بالشروط اللي هو طالبها مني، قضايا جميعها كذابة ولكن الحجة بالنسبة لي طلعت مين؟ صحيحة. ماشي، تعالوا نشوف سؤال اخر، نشوف يا ترى ايه اجابته مع بعضينا. بعض الفروض الصورية تشير الى كيانات واقعية لا تخضع للادراك الحسي، وضح بمثال. سؤال جميل جدا، من الاسئلة الحلوة. بيتكلم ده باب تالت، الفرض في المنهج العلمي المعاصر، خصائص الفروض في المنهج العلمي المعاصر. في فروض، ماشي، تشير الى كيانات او اشياء او موجودات لا تخضع للادراك الحسي المباشر. تيجي نفسرها بطريقة كده سهلة. في فروض صورية مش هنعرف نعمل عليها ملاحظة بطريقة مباشرة، ولكن الملاحظة هتتم بطريقة غير مباشرة. يبقى تاني، تشير بعض الفروض إلى كيانات أو أشياء أو موجودات لا تخضع للإدراك الحسي المباشر. كلمة إدراك حسي مباشر يعني لا تخضع للملاحظة بطريقة مباشرة. الطاقة والإلكترونيات لا تخضع للملاحظة بطريقة مباشرة. طيب إيه المثال؟ هو بيقول لك دلل بمثال، يبقى كل شغلك على المثال. الفرد الصوري القائل بأن الهواء له وزن وله ضغط، ماله؟ الفرد الصوري ده جبناه منين؟ احنا جبناه من استدلال، والاستدلال ده جبناه منين؟ جبناه من قانون. القانون ده بينص على ان الميه ليها وزن وليها ضغط. جبناه منين الكلام ده؟ جبناه من معلومات ونظريات سابقه. تاني كده الليله على بعضيها. تشير بعض الفروض الصوريه، بعرف ان هو بيكلمني في الباب التالت، خصائص الفرد في المنهج العلمي المعاصر. في فروض تشير الى اشياء او كيانات او موجودات لا تخضع للادراك الحسي المباشر، مش هتعرف تعمل عليها ملاحظه بطريقه مباشره، ولكن الملاحظه هتتم بطريقه غير مباشره. طيب ايه المثال على كده؟ الفرد القائل بان الهواء له وزن وله ضغط، جبته منين؟ انا جبته من قانون ينص على ان الميه لها وزن ولها مين؟ ضغط، وده قانون مستمد من نظريات ومعلومات مين؟ سابقه. تعالوا بينا نشوف سؤال اخر. حدد صواب او خطأ العبارة الآتية مع التعليل. تعد اللا معرفات اساس التعريفات الرياضية. تاني السؤال، تعد اللا معرفات اساس التعريفات الرياضية، هتطلع العبارة صحيحة.
خدنا الباب التاني في المنطق، خدت النسق الرياضي، وخدت ان النسق الرياضي هو بناء مترابط متكامل الاجزاء يتكون من مقدمات، والمقدمات بداخلها برافو عليك مفاهيم وقضايا، والمفاهيم بداخلها معرفات ولا معرفات، والقضايا بداخلها بديهيات ومصادرات او مسلمات. هنا السؤال ما كانش عايز تعريف النسق، بيقولك اللامعرفة هي اساس المعرفة، العبارة صحيحة. طب ليه العبارة صحيحة؟ لاننا نعتمد على اللامعرفات في تعريف المعرفات. تيجي كده نكتب المثال، وخليك معايا في المثال ده. لو انا جيت كتبت المثال الخط له طول وليس له عرض، كلمة الخط بسميها تعريفات او معرفات. طب ليه سميتها تعريفات او معرفات؟ مجموعة من المفاهيم يقوم الرياضي بتعرفها. هو انت ليه الرياضي بتعرفها؟ حتى لا يحدث لك غموض او لبس. عشان كده سمينا ان التعريفات دي تعريفات اشتراطية، لانه بيشترط عليك الرياضي انك تعرف لفظ معين بمعنى معين. وادي المثال، الخط له طول وليس له عرض. بس خلي بالك ده مش سؤالنا، هو السؤال بيقول لك ان اللامعرفات، كلمة الطول والعرض دول بسميهم لا معرفة، ان اللامعرفات هي اساس المعرفات، هتطلع العبارة صحيحة، لاننا نعتمد على اللامعرفات في تعريف مين؟ المعرفات او التعريفات، اي اننا نعرف لفظا باخر حتى نصل الى مفاهيم لا تقبل التعريف، يطلق عليها اللامعرفات. لازم تقولي المثال وتقول لي مثل كلمة ها، برافو عليك، الطول والعرض في تعريف الخط. ماشي الكلام؟ يبقى العبارة صحيحة وبنعرف اللامعرفات. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. السؤال بيقول لي اعتمد فرانكلين على المماثلة الاستقرائية في تفسير ظاهرة البرق، دلل على ذلك. درس المماثلة من الدروس السهلة والجميلة. عندك ثلاث أمثلة في المماثلة. عندك مثال تقليدي قديم بتاع أرشميدس أو أرخميدس والملك سيراكوس، عندك فرانكلين، وعندك المثال بتاع ثالث واحد ريسفورد ونيلز بور. هنا السؤال بيقول لي اعتمد فرانكلين على المماثلة الاستقرائية في تفسير ظاهرة البرق، دلل على ذلك. فرانكلين حط فرض ان هناك علاقة بين البرق والكهرباء، وتوصل من خلال هذا الفرض وتحقق من صحته الى ان البرق هو شكل من اشكال مين؟ الكهرباء. يبقى دليل على ذلك انت بتشرح نص المثال تماما. ايه العلاقة ما بين البرق والكهرباء؟ فرانكلين حط فرض، افترض ان هناك علاقة بين البرق وبين الكهرباء، وتوصل بناء على هذا الفرض على ان البرق هو شكل من اشكال مين؟ الكهرباء. تعالوا بينا نشوف سؤال تاني. اعرض ثلاثة من شروط التجارب في المنهج الاستقرائي التجريبي. اعرض ثلاثة من شروط التجربة في المنهج الاستقرائي التجريبي. تعالوا كده نفتكر ده باب اول منطق. اقرا سؤالك كويس واوعى تتلخبط. في عندك حاجة اسمها أهمية التجربة، وفي حاجة اسمها شروط التجربة. طب تيجي افكرك بأهمية التجربة؟ حد فاكر او يفكرني؟ تلات جمل: الكشف عن فرض، التحقق من صحة فرض، التوصل الى نتائج غير معروفة. بس ده أهمية التجربة. إلى السؤال كان طالب منك إنك تقول ثلاثة من شروط التجربة. من شروط التجربة: واحد، الحياد والموضوعية، وعدم إقحام آراء سياسية أو اجتماعية أو دينية أثناء إجراء التجارب. اتنين، اليقظة والانتباه لكل ما هو غير متوقع. ثلاثة، أخذ الموافقات القانونية عند إجراء تجارب على البشر، خلي بالك، وعدم الحق الضرر بيهم سواء بعمل ملاحظة او بعمل تجربة. تيجي نلم الدنيا تاني. ثلاث جمل من شروط التجربة: واحد، الحياد والموضوعية، عدم ادخال اراء سياسية او دينية او شخصية اثناء اجراء التجارب. اتنين، اليقظة والانتباه لكل ما هو غير متوقع حدوثه. ثلاثة، اخذ الموافقات القانونية عند اجراء تجارب او ملاحظات على البشر وعدم الحق الضرر بهم. تعالوا بينا نشوف سؤال تاني. حلو السؤال ده.
يعد الفرض في العلم من المنظور المعاصر فرضا من الدرجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. يعد الفرض في العلم من المنظور المعاصر فرضا من الدرجة، خلي بالك دي أول ورقة عندك في الباب الثالث اللي هو التكامل ما بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. أول ورقة كانت بنعمل مقارنة ما بين المنهج الاستقرائي التقليدي القديم وما بين المنهج المعاصر من حيث الطبيعة ومن حيث الغرض ومن حيث الفرض. هنا هو مش طالب بالمقارنة، هنا هو بيسألك على المنهج العلمي المعاصر. الفرض في المنهج العلمي المعاصر يعد فرض من الدرجة، برافو عليك، فرض من الدرجة التانية. طب ليه يعد فرض من الدرجة التانية؟ واحدة واحدة كده. الفرض في المنهج العلمي المعاصر مستمد من نظريات ومعلومات سابقة، حلو. الفرض هنا خلي بالك لازم يكون قابل للتفنيد، لازم يجتاز عددا من الملاحظات والتجارب عددا لا نهاية له، عشان كده سميته فرض من الدرجة مين؟ التانية. يبقى تاني، ايه الفرض في المنهج العلمي المعاصر؟ اخترنا فرض من الدرجة التانية. طب ليه؟ انت ليه اخترنا فرض من الدرجة التانية؟ لان الفرض هنا مستمد من نظريات ومعلومات سابقة. الفرض هنا لازم يكون قابل للتفنيد من خلال ملاحظة وتجربة، وبالتالي الفرض بيجتاز عددا لا نهاية له من الملاحظات والتجارب، عشان كده سميناه فرض، يعتبر فرض من الدرجة مين؟ الأولى. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. هنا جايب لنا الصيغة الرمزية أو المسألة. استنتج قيم الصدق القضية التالية مبينا التكافؤ المنطقي. ستزدهر مصر وتتقدم إذا وفقط إذا تم القضاء على الإرهاب. لمحنا في الجملة؟ برافو عليك. إذا وفقط إذا، يا ترى تبقى قضية إيه؟ يا ترى عطف عشان أنا ناسية، ولا شرط، ولا تشارط، ولا سلب؟ برافو عليك. قضية في الحالة دي هتطلع قضية التكافؤ أو التشارط. خلي بالك وإحنا بنحل السؤال ده، شوف أنت بتحله إزاي وراجع حلك معانا. أول حاجة بكتب واحد رمز قضية التشارط أو التكافؤ. قاف السهم رايح جاي لام، خدت درجة واحدة. اتنين هكتب الحكم او القاعدة تصدق قضية التشارط في حالة صدق طرفيها او كذب طرفيها. انا سامع حد هو عمال يقول معايا وعمال يراجع حله. ابدأ ارسم الجدول بتاعي تحت الحكم بتاعي بهذا الشكل. بكتب هنا قاف وبكتب هنا لام وبكتب هنا قاف السهم رايح جاي لام. صاد صاد، ها مين هيقول هتطلع مين؟ برافو عليك، صاد، لانها بتصدق في حالة صدق الطرفين وبرضه بتصدق في حالة كذب الطرفين. طب لو كاف كاف برضه هتطلع مين؟ صاد. طب لو صاد كاف هتطلع كاف. طب لو كاف صاد هتطلع مين؟ كاف. يبقى هي بتصدق في حالة صدق الطرفين أو في حالة كذب مين؟ الطرفين. أرسم الجدول بتاعي وأقفل الجدول بتاعي بهذا الشكل. ناقص لي الجملة رقم 3 وأروح قايلة تتسم بالتكافؤ، أو كلمة تكافؤ هي التبادل أو التبادل المنطقي. وأروح قايلة قاف السهم رايح جاي لام يساوي لام السهم رايح جاي قاف. لازم تكمل إجابتك، لأن التغيير في ترتيب القضية لن يؤثر عليها أو لن يحدث فرقا في قيمتها الصدقية. إجابتك في السؤال ده لازم تكون مكونة من 3 نقاط، رمز القضية وقلنا قاف السهم رايح جاي لام، 2 القاعدة أو الحكم تصدق قضية التشارط في حالة صدق الطرفين أو كذب الطرفين. ابدا ارسم الجدول بتاعي وانا متاكد منه لان الجدول بيخدم نفس القاعده اللي معايا. 3 اروح قايله تتسم بالتبادل او التكافؤ المنطقي، قاف السهم رايح جاي لام يساوي لام السهم رايح جاي قاف. اكمل اجابتي، لان التغيير في ترتيب القضيه لن يحدث فرقا
في قيمتها الصدقية. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. حلو السؤال ده. الاستقراء عند بيكون باب أول منطق يمثل خطوة هامة في الكشف والاختراع، عقب برأيك على منهج بيكون الإيجابي. حلو السؤال ده، وخلي بالك ممكن تتلخبط وتقول لي أنا هقول خطوات منهج بيكون الإيجابي. هو هنا لو كان عايز الخطوات كان يقول لك أذكر خطوات منهج بيكون الإيجابي. هنا عايز التعقيب على منهج بيكون. يا ترى إيه التعقيب اللي ممكن نوجهه؟ واحد، يحسب لبيكون ان هو اكتشف لنا واخترع لنا منهج اطلق عليه منهج الاستقراء. والاستقراء يعني الانتقال من الجزء او من الخاص الى مين؟ الى العام. اتنين، يؤخذ على بيكون انه اعتمد على الحالات المؤيدة ولم يعتمد على الحالات السلبية المعارضة، والحالات المعارضة اهم في البحث العلمي من الحالات المؤيدة، وهذا هو اساس الاستبعاد عند مين؟ عند بيكون. تلاتة، العلماء لم يأخذوا بمثل هذه القوائم في مناهجهم. طبعا شكرا يا بيكون ان انت اخترعت لنا القوائم، ولكن العلماء لم يأخذوا بمثل هذه القوائم في مناهجهم. أربعة، يؤخذ على بيكون انه اخفل الفرض العلمي، والفرض العلمي هو اساس الوصول لمين؟ للقانون العلمي. معنى كده السؤال هنا كان عايز التعقيب على المنهج الإيجابي عند بيكون، أو التعقيب على منهج بيكون مكون من 4 نقاط. يحسب عليه كشف واخترع منهج الاستقراء، والاستقراء يعني الانتقال من الخاص للعام. يؤخذ على بيكون أنه اعتمد على الحالات الإيجابية ولم يعتمد على الحالات السلبية المعارضة، والحالات السلبية المعارضة أهم في البحث العلمي من الحالات الإيجابية، وهذا هو أساس الاستبعاد عند بيكون. ثلاثة، لم يأخذ العلماء بمثل هذه القوائم في مناهجهم، ولكن يحسب لبيكون الفضل في اختراع واكتشاف المنهج الاستقرائي. أربعة، أخفل بيكون الفرض العلمي، والفرض العلمي هو أساس الوصول للقانون العلمي. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. كده النموذج الاسترشادي الأولاني خلص. احنا كده هنخش في النموذج الاسترشادي التاني اللي نزلته الوزارة كوسيلة مساعدة لينا. تعالوا كده نشوف يا ترى ايه السؤال الأولاني بيقول لنا ايه. التحذير من ازدياد العبث بمقدرات الطبيعة ظهر في مرحلة الاحترام والصون، تفسير وتوظيف، قهر واستبداد، الاستغلال والسيطرة. احنا شرحنا المراحل في بداية الحلقة بتاعتنا. طبعا هنختار، ها برافو عليك، الاحترام والصون هي المرحلة التي نحياها الآن. تنبه الإنسان لخطورة الآثار المترتبة على التقدم العلمي والبشري. اجتمع العلماء والفلاسفة ونادوا بثلاث حاجات. 1، سن قوانين وتشريعات للحفاظ على البيئة. 2، إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي. 3، المطالبة بحقوق الأجيال المستقبلية. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. دلل بستة أمثلة على عدم التزام أصحاب المهن بقواعد وأخلاقيات المهنة. كرة في ملعبك، اختار أنت كيفما شئت. أي 6 أمثلة؟ المدرس الذي يفصح للاختبارات للطلبة لبعضهم عن البعض الآخر. سائق المرور الذي لا يلتزم بتعليمات المرور. المصنع الذي يلقي بمخلفاته في مياه البحار أو الأنهار أو المحيطات. المهندس الذي يقوم بإنشاء بعض العماير ولكنها أو المنشآت ولكنها تكون مخالفة للمعايير. 5، خلي بالك، الموظف الذي يستغل مؤسسات الشركة أو يستغل إمكانيات الشركة لصالح خدمته مين؟ الخاصة. الطبيب الذي يدخن أمام المرضى ولا يهتم بصحة مين؟ المرضى. هنا السؤال ده سؤال سهل، السؤال دوت في الباب الثالث. دلل بستة أمثلة على عدم التزام البعض بأخلاقيات مين؟ المهنة. تعالوا بينا نشوف سؤال تاني. السؤال بيقول لي اعرض 3 من اسهامات علي ابن رضوان في ميدان الفكر البيئي. حلو، ده عايز 3 جمل. اعرض 3 من اسهامات علي ابن رضوان في ميدان الفكر البيئي. 1، ابن رضوان عمل كتاب رسالة في الحيلة في دفع مدار الابدان بارض مصر. درس تأثير طبيعة المكان، مكانك، مناخك، نباتك،
وعلاقتها بالأوبئة والأمراض التي تصيب الإنسان. 2، درس أثر موقع مصر الجغرافي وعلاقته بالأوبئة والأمراض وكيفية الوقاية منها. 3، قدم دراسة بيئية أيكولوجية تربط بين عدد من الأسباب والنتائج بطريقة جدلية. 4، يتسم منهجه بالعلمية والدقة والشمولية والتكامل لدرجة أن كتابه أصبح يحاكي الكتب المعاصرة في مجال مين؟ البيئة. معنى كده أنت معك 6 نقاط وعايز أسهل 3 بالنسبة لك في مجالات إسهامات علي بن رضوان، وده باب أول في مجال الفكر البيئي. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. فيلسوف ساهم بأفكاره في عالمية الفكر البيوتيقي. فيلسوف ساهم بأفكاره في عالمية الفكر البيوتيقي. خلي بالك من السؤال ده. هانز يوناس، جاكلين روس، دانيال كالهان، وديفيد روس. طبعا بنختار هانز يوناس. وانت بعد ما اخترت هانز يوناس هنبدأ نشرح. 1، أكد على الطابع الشمولي للبيوتيقة وربطها بأخلاقيات ميم البيئة. 2، طور أحد المفاهيم الأساسية ألا وهو مفهوم المسؤولية. 3، نبه لخطورة الأبحاث والتجارب الطبية ليس على الحاضر فقط وإنما على المستقبل. تعالوا بينا نشوف سؤال آخر. يثير التحري الوراثي العديد من العواقب من وجهة نظر الأخلاقية، دلل باتنين من هذه العواقب. هنا الكرة في ملعبك، هو هنا عايز عواقب التحري الوراثي، معاك 4، هو عايز 2 فقط بس بالشرح. يا إما تختار التمييز على أسس جينية، يا إما تختار التفرقة في المعاملة، يا إما تختار الحتمية الجينية اللي احنا شرحناها في بداية الحلقة، يا إما تختار اليوجينيا. تعالى كده أفكرك بالتمييز على أسس جينية. لو اكتشفنا أن هناك بعض الأفراد تعاني من شذوذ جيني، وهذا الشذوذ لا يظهر على هيئة خلل أو أمراض، ولكننا سوف نمنعهم من تعليم وتأمين ونمنعهم من العمل أيضا. 2، التفرقة في المعاملة. يحرص أصحاب العمل عند اختيار أفراد للعمل في مواقعهم على اختيار أفراد تظهر جيناتهم على أنهم مقاومون للمخاطر الصحية، وده بيجعل بيئة العمل مالها خيار أفضل. طبعا وقت الحلقة خلص، كان نفسنا ان احنا نكمل معاكم النموذج الاسترشادي التاني، بس زي ما انت شايف الاسئلة سهلة، الاسئلة بسيطة، محتاجة منك ان انت بس تراجع عليها، انك تبص بعينيك، انك تحل كتير وتتمكن من الاجابة الصحيحة. احنا كده وصلنا لنهايتنا. قبل ما اختم هقول لك خليك قاعد في بيتك لحماية نفسك واسرتك وحمايتنا ككل. حفظنا الله وحفظ شعب مصر. لقاء آخر، حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.